الجلسة الأولى سيكون أستاذنا قائم عليها، وإن كانت هذه الجلسة ضمن مسؤوليات أشرف إن أنا أكون رئيس الجلسة، فهذا هو عبارة عن الحارس لأهرامات الأستاذ الدكتور محي الدين المتحدث وأكاديمي رئيس زعيم الأغلبية ورئيس المنتدى البرلمانيين العرب دكتور عبد الوهاب القصبي. بعدين قولي جميعا ان انا اقدم لكم الاستاذ محمود محي الدين. اهلا بك وسهلا يا فندم، وتفضل وعلى بركه الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الشكر والتقدير والاحترام للسيد الأستاذ الدكتور مجدي عبد الرؤوف صبر رئيس الجامعة، ومن خلاله أتقدم بكل الشكر والتقدير لكل الأساتذة والسادة نواب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور كمال عكاشة، أتمنى له تمام الشفاء، أستاذ الدكتور رفاعي مبارك، أستاذ الدكتور عماد عثمان، وأيضا أسعد بأن أكون في هذه الجلسة مع الأستاذ الدكتور عبد الهادي القصبي، وأيضا مع الأستاذ الدكتورة نجوى سمك رئيس قسم الاقتصاد بجامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأيضا كل الأساتذة والاقتصاديين المعتبرين الذين تمت دعوتهم للنقاش في هذا الموضوع الهام، وكل التقدير للدكتور أسامة بدر، دكتور حسام زتون، دكتور محمد نمر، وأيضا دكتور سليمان على كل الدعم والتنسيق المتميز لهذا اللقاء. يعني الأساتذة الدكاترة الذين سبقوني بالحديث نوهوا على أهمية هذا الموضوع فلن أسترسل فيه، وكل الشكر مرة أخرى لهذا التقديم والاحتفاء غير الغريب عن جامعة طنطا وعن ما أرسته من قيم لتقدير العلم وأهمية البحث العلمي، وأهنئكم على هذا الاهتمام بمتابعة واحد من أهم الموضوعات التي تعترض ليست فقط الحاضر ولكن توجهات المستقبل أيضا، لأننا كما سوف أشرح الآن بصدد عاصفة تامة مكتملة الأركان بأبعاد ثلاثة، أبعاد صحية وأبعاد اقتصادية وأبعاد مالية، ولها انعكاسات على حياة البشر وعلى معيشتهم، وهي في هذا كله تأتي في إطار غير مسبوق كصدمة للنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حول العالم، وبالتالي تتطلب جهد وتنسيق عالي جداً يقع في مقدمته أهل العلم والعلماء في اقتراح الحلول وإرشاد صانع القرار استنادا إلى بيانات ومعلومات مدققة على ما يجب عمله. عندي عرض سريع لو كان الزميل معي السيد رامي زيد. أستاذ رامي ممكن حضرتك تبتدي العرض. فالشريحة الأولى بس عشان أوضح المكونات، يعني زي ما ذكرت احنا بصدد ثلاث أبعاد للأزمة، بعد يرتبط بحياة الناس في أعز ما يملكون في صحتهم، والأرقام الأخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إن هناك أكثر من 9 مليون مصاب الآن بكوفيد 19. يعني لما بدأت أكتب في هذا الموضوع كان أول مقال كتبته كان يوم 28 يناير، كان العدد 80 ألف فقط حول العالم من المصابين، يعني في عدة أسابيع بسيطة وعدة شهور معدودة وصلنا ل 9 مليون من المصابين. هذا الفيروس تسبب في ضحايا 472 ألف واحد حول العالم. أمس يا ريت الشريحة اللي بعد كده تفضل. أمس كنت في اجتماع شارك فيه ممثل منظمة الصحة العالمية تحدث على إنه كل
الأقاليم حول العالم تعرضت لإصابات زائدة، باستثناء أوروبا هي اللي تناقص فيها عدد المصابين العالم، أمريكا الشمالية، أمريكا اللاتينية، منطقة الشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا زادت فيها عدد الإصابات. فالحديث على إن إحنا خرجنا هذه الموجة حديث لا يستند إلى أرقام مدققة، وإن كان الحمد لله في الآن من السبل العلمية والطبية للعلاج، والأهم منها المقاومة. وإن كان طبعا كما هو معلوم الحديث عن وجود عقار يعني ما بيتكلمش عن إتاحته في القريب العاجل، وأخذا بالأحوط منظمة الصحة العالمية بتتكلم عن 18 شهر حتى يتم توفير هذا اللقاح حول العالم وبعد تجربته والاطمئنان إلى نتائجه. في هذه الأثناء هناك أبعاد اقتصادية، ولم نكن أبدا كاقتصاديين في هذه المعضلة التي تجعل الناس في إطار من المقارنة بين ما يصيب حياة الناس ومعيشتهم، ما يعرف باللايفز اللايفليهودز كومبيتيشن. فما كانش في أبدا هذا النوع من أنواع المنافسة بأنك تتيح الموارد وتتيح التقديرات وتقيم الإجراءات علشان يبقى فيه يا إما تنقذ حياة الناس يا إما تساند معيشتهم. الشريحة اللي بعد كده حضرتك أشير من قبل في أثناء تقديم هذه الجلسة إلى أنه في بعض الافتراضات المختلفة، هل الريكفري أو التعافي الاقتصادي ياخد شكل حرف V ولا شكل حرف U ولا شكل حرف L. دي من دراسة أخيرة اتعملت في بروكينجز انستيتيوشن بتتكلم عن الاحتمالات المختلفة لشكل التعافي الاقتصادي، ولكن عشان نقدر نربط الامر ببعضه، هو التعافي الاقتصادي هو عباره عن مراه لما سوف يحدث في البعد الصحي. ولو ركزنا مثلا على الشكل حرف W، هو شكل حرف W هو اللي بيعكس شكل حرف M. يعني لو حصل تصاعد في الاصابات ثم نزول في الاصابات ثم عوده مره اخرى الاصابه في موجه ثانيه ثم نزول، فهنبقى في صدد حرف W وليس U او V. طب دي اجتهادات كلها في الأشكال المختلفة وفقا لما يعني نتصوره عن إمكانية التعافي الاقتصادي. الخط المستقيم ده في الاتجاه هو خط الاتجاه العام للنمو الاقتصادي قبل الأزمة، وفي حالات كتيرة جدا زي ما هنشوف دلوقتي إن ممكن التعافي حتى لو خد شكل حرف V أو U أو W من الممكن إنك ما ترجعش تاني لما يعرف بالترند أو الاتجاه العام. فدي نقطة محتاجة شغل جامد، وأتصور انه الدكتوره نجوى والزملاء من الاقتصاديين هيتكلموا عن مساله العوده للاتجاه العام، لان كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه في جامعه القاهره عملت دراسه مهمه حول هذه الامور والتقديرات لاشكال التعافي. ده اخر تقرير طلع من البنك الدولي منذ عده ايام عن التقديرات حول النمو الاقتصادي، عن حركه التجاره، عن الاستثمار، عن الديون. وانا يعني يمكن المتابعين وانا مقدر طبعا متابعه الاستاذ الدكتور مجدي لبعض الاحاديث اللي بتكلم عنها، خاصه في اطار التبسيط للاقتصاد، لان دلوقتي كل واحد حتى اللي مش مهتم بالابعاد الصحيه والاقتصاديه اصبح بالضروره مهتم انها تمس حياته بشكل مباشر. فاحنا بنحاول نتخيل ان الاقتصاد كده بمؤشراته في شكل ما يعرف بالداشبورد او لوحه المفاتيح للسياره. وتخيل انك بتقود هذه السياره، فكل مؤشر كان المفروض يكون طالع نازل، وكل مؤشر نازل فهو طالع. يعني مثلا درجه حراره السياره في ارتفاع، درجه البنزين المفروض يكون عندك في انخفاض، مستوى الزيت في العربيه عندك اقل مما ينبغي. كل هذه الامور تخيلها وانت بتتكلم عن الاداء الاقتصادي، هتجد ان احنا بالفعل بمؤشرات النمو، التجاره، الاستثمار، تحويلات العاملين بالخارج، نحن في وضع سيء للغاية وغير مسبوق. وفي هذه الأثناء هناك صعود في المديونية العالمية، وهوضح ده أكتر. ده بس يعني كده تدي نظرة عامة على شكل الوضع الاقتصادي.
البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي على مدار الست شهور الماضية طلعوا تقديراتهم. طبعا البنك الدولي في يناير قبل الجائحة كان بيتكلم عن معدل النمو الاقتصادي المتوقع كان منخفض جدا 2.5%. الاقتصاد العالمي ما كان بيقل نموه عن 4% كان بيعتبر في مرحلة انخفاض والناس خايفة من انعكاسات هذا الانخفاض على الاقتصاد الاقتصادية على أوضاع البطالة والاستثمار والتشغيل والفقر. لكن 2.5% ما كانش يعني محل ارتياح من الاقتصاديين، وكان الحديث عن ان احنا داخلين في مرحلة تباطؤ وقد تصل الى الركود، ومحدش طبعا كان بيتكلم عن كساد، يا اما تباطؤ يا اما ركود. في الوضع ده كان معدل النمو الاقتصادي المتوقع للاقتصاد المصري في البنك الدولي كان وقتها 5.8% للسنة المالية الحالية اللي بتنتهي بعد عدة أيام، 5.8%. أما جه البنك الدولي يعمل مراجعته اللي صدرت اللي أنا نوهت عنها منذ قليل في الشريحة السابقة، قال إنه معدل النمو الاقتصادي العالمي هيبقى فيه انكماش، هيبقى بالسالب ناقص 5.2%. بالنسبة للاقتصاد المصري تقريبا معدل النمو خفضوه بمقدار 50%، ما زال موجب لانه ما ننساش ان احنا جايين السنه الماليه بتاعتنا في مصر بتبدا من يوليو، فانت عندك تقريبا 8 شهور واسبوعين تقريبا من مارس كانت الامور ماشيه بشكل جيد، لكن طبعا هيبقى عندك تراجع شديد فهيأثر في معدل النمو الاقتصادي اللي هو بس هيفضل موجب. برضه هنا مساله بنوضحها انك انت لو اشتغلت بقى لو ظبطت الاداء الاقتصادي المصري على سنه 2020 مش هتبقى مختلفه قوي في انخفاضها عن دول اخرى، يعني طبعا احنا بنامل ان الست شهور الجايين يبقوا احسن، لكن التقديرات لا توحي بذلك عالميا. منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه بتتكلم على سيناريوهين، لو بس عندنا صدمه واحده ما فيش صدمتين صحيتين هيبقى في التراجع الاقتصادي اكبر مما قدره البنك الدولي ناقص 6% او ناقص 8% تقريبا اللي هو ناقص 7.6% تحديدا. دي كلها تقديرات مبنيه على افتراضات، ودائما يعني يا ريت كده يعني ما ناخدهاش كمسلمه، كل الاساتذه في الاقتصاد وايضا في المجالات الاخرى يعرف الفرق ما بين انك تقول عملت تقييم لامر حدث او انك بتقدر لامر في المستقبل مع كل هذه التغيرات العالميه قد يكون الارقام اسوأ او افضل مما نعرضه الان. صندوق النقد الدولي طلع تقديراته عالميا ناقص 3% كانت في ابريل، ثم رفعها لناقص 5% انكماش في الاقتصاد العالمي او انكماش بمقدار 5%. لو انت عايز تحسبها بقى، طب انت كنت مقدر المعدل النمو الاقتصادي يبقى 3 ودلوقتي لا ده هيبقى ناقص 5، فانت بتتكلم عن انك تراجعت عن ما كنت المفروض تكون عليه بمقدار كام؟ بمقدار 8% تقريبا تراجع. بعض الدول في انكماش لها بمقدار يتزايد عن او يزيد عن 10% زي عدد كبير من الدول الاوروبيه على سبيل المثال. في حاله مصر برضو الارقام مش بعيده قوي عن تقديرات البنك الدولي، انه ما بيتكلم على انك هننمو في مصر 3% نمو اقتصادي حقيقي، انت بتتكلم عن 2%، وما غيرش صندوق النقد الدولي تقديراته من ابريل لشهر يونيو، في حين انه راجعها بالتخفيض لدول اخرى على السنه الماليه. وبرضه مره اخرى السنه في سنه ماليه ميلاديه لبعض الدول، وفي سنه ماليه تبدا من شهر معين في حالتنا كما هو معلوم شهر يوليو. اتفضل حضرتك. الشريحه اللي بعد كده. طبعا في انعكاسات شديده جدا على البطاله، ارقام منظمه العمل الدوليه بتقول انه الانخفاض في التشغيل وانه البطاله عالميا هتزيد عن 300 مليون فرصه عمل ضائعه، ده من غير ما نحط القطاع غير الرسمي في الاعتبار. هذا حول العالم. عشان احطها كده في معيار ما، ده يعتبر 15 مثل ما كان عليه الوضع بعد الازمه الماليه العالميه. أساتذة الاقتصاد والتمويل عارفين انه يا ريت اللي ما بيتكلمش بس يحط التليفون على او الميكروفون على الصامت. شكرا. انه احنا كنا بنشتكي من الازمه الماليه العالميه لحد امبارح، يعني كان في مؤتمرات وندوات واوراق لسه بتتكلم عن الازمه الماليه وتاثيرها بعد 10 سنين. الازمه الماليه فالرقم الحالي 15 مرة فيما يرتبط بتأثيره على البطالة.
الأرقام المرتبطة بالفقر، تقديرات البنك الدولي بتتكلم عن زيادات في أرقام الفقر المدقع بأشكال كبيرة جدا عما كان متوقعا أن يبقى فيه تحسن فيها. الرقم قد يصل إلى 70 ل 100 مليون زيادة حول العالم في من يعانون من الفقر المدقع. تفضل حضرتك. في هذه الأثناء طبعا في تفاوت في التأثير، يعني اتكلمنا عن الفي والدبليو واليو، لكن في ناس من الممكن ان يبقى عندهم فرصة لزيادة وتحسن استهلاكهم، اما يبقى عندهم فرصة لأن دخولهم ما بتكونش متأثرة بهذا، الناس المتمتعين بمرتبات ثابتة او دخول ثابتة، لكن طبعا الموجودين في السوق او في القطاع الخاص بيبقى عندهم مشاكل في هذا التوقيت، زائد بالإضافة لهذا كل العمالة المؤقتة وغير الرسمية. وبالتالي هيبقى في انحراف في تحسن او الاستهلاك عبر الوقت لبعض الفئات وتراجع في فئات اخرى. فبالاضافه للحروف المختلفه نزود عندنا حرف الكي في مساله صعود وانخفاض للاستهلاك. اللي بعد حضرتك ده داشبورد تاني عن الاسواق الماليه واسواق السلع. ده بقوله سريعا لانه كتبت عدة مرات في هذا الأمر، إنه رغم التغيرات والتقلبات الشديدة في أسواق المال، لكن في تصرف لأسواق المال خاصة في بعض الدول المتقدمة إن البورصات مرتفعة رغم كل هذه المشاكل التي نتعرض لها الآن. يمكن دخل حد زي بول كروجمان إن يؤكد على إنه مسألة إنه البورصة كان رآه يعني وصف غير دقيق، وحتى كتبت عنها انه قد تكون مرآة محدبة او مقعرة ولكنها حتما غير مستوية، انه في مشاكل كبيرة في مسألة انه البورصة الآن بوفرة التمويل الرخيص مع كل هذه الحزم المالية وانخفاض اسعار الفائدة، في بعض الناس بتقترض او بتاخذ هذه الحزم المالية وبتغامر وبتدفع البورصات إلى الارتفاع، وده ممكن يبقى يشكل لنا نوع من أنواع الفقاعات. أنا قبل ما أترك هذا العرض، طبعا واحد من الأساتذة المعتبرين ذوي الإسهام الكبير جدا في أسواق المال وأعمال البورصات، الأستاذ الدكتور منير هندي، يعني الذي كانت له إسهامات كبرى في توضيح أعمال البورصات وأسواق المال والاستثمار، وله طلاب وتلاميذ، وأنا شخصيا استفدت كثيرا من كتاباته الرائدة على مدار السنوات الثمانينات والتسعينات، وقت ما كانش حد بيتكلم عن هذه الأمور. كان الدكتور منير في الريادة ممثلا لجامعة طنطا وأساتذتها في هذا المجال. تفضل حضرتك. عشان كده احنا بنحذر من مساله انك انت تاخد مؤشر البورصه وتقول لا ده الدنيا ماشيه كويس، ولكن لا، البورصه لها محدداتها الهامه جدا بالنسبه للمتعاملين فيها. انا لا اقلل من شان البورصه وشركاتها واستثماراتها، انا بقول انه بس من الخطا انك تاخد اداء البورصه وتقول ده والله ده اداء الاقتصاد، فيبقى في نوع من انواع التشويه للحقائق غير متعمد، نتمنى ذلك. ولكن ده برضو لأول مرة حاجة جديدة، إنه دايما كان أداء البورصات ماشي مع مؤشر آخر وهو ما يعرف بثقة المستهلكين، ولكن لأول مرة بنجد هذا الانحراف. كان زميل رامي كان وجد الرسمة دي في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، فحبينا برضو نعرضها لحضراتكم. تقرير ده طالع لسه من 72 ساعة. تفضل حضرتك. في هذه الأثناء لازم ناخد بالنا من مسألة الدين وإدارته. طبعا الدول مع عجز الموازنة العامة فيها بيبقى فيها مشكلة كبيرة في إنها إزاي تقدر تمول احتياجاتها للتعامل مع الجائحة، وحول العالم في مشكلة كبيرة. ليست كل الدول يعني بالقدرة، الاقتصاد الأمريكي نضخ اليوم أكثر من 30% لو بنحط المالتي بلاير أو الأثر المضاعف للفيدرال ريزيرف سيستم أو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، انك عندك بيضخ في حزمه ماليه مسانده تقترب من 30% من الاقتصاد القومي. انت عندك دول اخرى لا تستطيع انها تقترب من 10% او حتى اكثر من 5% كحزمه ماليه للتمويل، لان ده ممكن يكون لها تداعيات على التضخم وعلى امكانيه استقرار الموازنه وزياده الديون. فهنا دي محتاجه
قضية تعتمد بقى بالمشاركة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والاستثمار الدولي والمساندات الدولية في هذا الشأن اللي بعده. في هذه الأثناء عندنا مشكلة طبعا، أنه ممكن أنه تحدث مشكلة في الغذاء لو لم تكن هناك قدرات التنسيق عالية على ما يعرف بالجلوبال فاليو تشين او سلاسل الامداد العالميه. ما فيش مشكله حقيقه في قطاع الزراعه، لان الانتاج الزراعي وفير على عكس ما كان الوضع في 2008 و9 و10 و11، واسعار الوقود في ادناها، فلا الانتاج الزراعي قليل ولا النفط او البترول اللي بينقل السلع الزراعيه مرتفع، فلا يوجد مبرر لأن تكون هناك أزمة غذاء. ولكن هناك بعض المشاكل في فتح القنوات التجارية، وبسبب مواضيع التباعد الاجتماعي والقواعد الرقابية المفروضة على حركة الناس ومن ثم حركة التجارة من بعض. ولما نفتح الاقتصاد لازم ان احنا ناخد بالنا من مسألة انه يبقى في ضوابط صحية ملزمة، وشفنا عدة دول وشفنا حتى في البلد اللي أنا فيها هنا في الولايات المتحدة، عند الإسراع في الفتح بيبقى فيه ردة وانعكاسات سلبية، فبتضطر الدول مرة تانية للإغلاق. وده دي مسألة هنا مهمة، وخاصة إنه مثلا في حالة بلدنا إنها مقبلة على الفتح. طبعا تابعنا القواعد الرقابية التي صدرت من الحكومة ومن مجلس الوزراء، ولكن الالتزام بها هو الأهم حرفيا، وإلا هيبقى في مشكلة تستوجب الإغلاق مرة أخرى، ويبقى في آثار اقتصادية أسوأ مما كنا نقدر لو كانت المسألة الفتح في إطار من الانضباط في التطبيق والتنفيذ. الانفتاح الاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي طبعا هيبقى في مشكلة أيضا. الحديث عن العولمة كتير، وبالتالي هيبقى في تأثيرات حول بنود التجارة، انتقال العمالة، وأيضا انتقال رأس المال. وشايفين إن في قيود كبيرة جدا على قنوات الاقتصاد العالمي. العولمة في النهاية في البعدها الاقتصادي عبارة عن حركة تجارة واستثمار وعمالة. طيب وضعت قيود على هذا الأمر، هتبقى في مشاكل شديدة في هذا الإطار. واحنا بنقول هذا كله لازم ان احنا نقول انه يعني هذه المشكله الكبيره يجب ان نوضحها في اطارها، زي تغيرات المناخ، زي التغيرات السكانيه. يعني انت مش جاي على وضع بسيط من البدايه، وبالتالي اللي بيسوق الاستشارات للحكومات ومتخذ القرار حتى للشركات وللقطاع العائلي يجب ان نضع هذا كله في سياقه ونسقه العام. اللي بعده، وفي طبعا تحولات في الاقتصاد العالمي، انه الاقتصاد العالمي يتجه شرقا وبقوه، في يعني باعتباري في اطار اكاديمي في دراسه مهمه اتعملت من لندن سكول اوف ايكونومكس، عملها البروفيسور داني كوا، عن قياس المركز للجاذبيه للاقتصاد العالمي. على فكره النموذج بتاعه ده مهم جدا، ويا ريت يعني الزملاء في جامعة طنطا وفي الجامعات المشاركة يتابعوا مكوناته ويتابعوه، ليس فقط المركز الثقل الاقتصادي العالمي، ولكن ممكن حتى تبص عليه على مركز ثقل الاقتصاد الاقليمي. ممكن باعتبارنا في استضافة جامعة اقليمية محترمة جامعة طنطا نبقى نبص حتى على مركز الجاذبية الاقتصادية على المستوى الوطني، واي نقط من نقاط النمو والتأثير على مستوى الاقتصاد الوطني في مصر. نموذج جيد ومن الممكن أن يكون محل بحث وتجريب، وأتصور أنه ما يترتب عليه من فهم للجيوبوليتكس والتداعيات الاقتصادية حول العالم، فضلا عن مسألة التوازن الاقتصادي داخل الدولة نفسها، مهم جدا. وهو نموذج بسيط في طلبه للبيانات، يمكن يعني بحضور رؤساء الأقسام الموجودين معانا وعمداء الكليات المهتمين بالبحث العلمي والأستاذ النواب رؤساء الجامعة، إنه هذا مجال من المجالات المهمة إن احنا نستشرف الاقتصاد العالمي وتوجهاته وكيف يمكن الاستعداد له. اللي بعد حضرتك. طيب كل هذا الأمر، وأنا قدمت باعتباري مسؤول عن تمويل التنمية المستدامة. طبعا ده مجال كبير جدا للبحث العلمي، وما فيش مجال من مجالات، لا أقول مجالات الاقتصاد، ولكن مجالات الحياة بما في ذلك البعد الصحي باعتبارنا يعني في مستضيفنا طبيب معتبر، والأبعاد الأخرى
المختلفة للحياة، إذا كنت في كلية هندسة، كلية طب، كلية آداب، كلية معنية بالقانون والحقوق. أهداف التنمية المستدامة تتطلب هذا التعاون، فيها لها بعد اقتصادي، فيها لها بعد في التعليم والصحة، فيها بعد خاص بالبيئة وتغيرات المناخ، ولها بعد خاص بقواعد القانون والحوكمة. دول ال 17 هدف عام، دول ال 169 هدف فرعي، وبيقيسهم 230 مؤشر، ودي مجالات كبيرة. النهاردة لو بنفتح كلمة sustainability أو SDGs أو finance، هنجد في مباراة كبرى بين الباحثين والأساتذة في تتبع قواعد البيانات وإرشاد صانع القرار بشأنها. لكن إزاي نوصل لأهداف التنمية المستدامة؟ أنا شرحت ده، فممكن يعني دي طريقة أخرى لعرض التنمية المستدامة. أنت عايز عشان تخرج من هذا المأزق اللي إحنا فيه. طبعا الحديث عن الاستثمار، انا كنت وزير استثمار، فاحب اقول لك انت لسه مركز مع الاستثمار، هو الاستثمار حياه الناس للمستقبل. فعايز تستثمر في راس المال البشري، في التعليم والرعايه الصحيه، عايز تستثمر في القدره على المقاومه، مقاومه ضد تغيرات المناخ، وايضا المقاومه ان يبقى المجتمع بتاعك ريزيلينت، وده بنظن للضمان الاجتماعي. وعايز تستثمر في البنيه الاساسيه، خاصه البنيه الاساسيه التكنولوجيه اللي هي بتربطنا النهارده. اتفضل حضرتك. في رأس المال البشري انت محتاج انك انت تاخد كل ابعاده، بالاضافه لموضوع التأمين الصحي الشامل. يعني له برنامج، واتمنى من خلال حضراتكم ان احنا نشوف طريقه نساعد بيها الحكومه، وانا هنا في اطار يعني من الباحثين والعلماء، ازاي نقدر نساعد فيها الحكومه انها تعجل من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. في افكار دي محتاجه مين؟ محتاجه الاطباء، محتاجه الاساتذه في كليه التجاره في قسم تأمين معتبر في الجامعه، جامعه طنطا. في ايضا نظام للنظام مجتمعي، وفي نظام للتنميه المحليه، وفي نظام قانوني. فيا ريت الجامعه تدرس هذه المساله. رئيس الدوله دعا لتفعيل نظام التامين الصحي الشامل. شفت عدد من القرارات طلعت من مجلس الوزراء عن التامين الصحي الشامل، لكن الى هذه اللحظه البرنامج بياخد عده سنوات للتطبيق لاسباب كثيره جدا، تمويل ومؤسسات ولسياسات. لكن هذا التفكير كان سابق على كوفيد 19، اللي كان المفروض بيتعمل بقى في 3 4 سنين، المفروض نفكر نعمله في 6 شهور او سنه. ازاي نقدر نعمل هذا النظام بدون ان نسبب ارتباك، ومن غير ما يبقى العجله في تنفيذه معوقه؟ هل انت محتاج نظام تامين صحي شامل؟ نعم. ويمكن الجائحه التي نواجهها الان بتفكرنا تماما باهميه هذا النظام الذي دعت اليه القياده السياسيه، وبتنفذه الوزارات المعنيه، وطبعا البرلمان معانا ممثل. الفكره بقى انك انت هتعمله على انك تخلصه في 2024 ولا 25 ولا 26، وفقا اللي شفته في بعض التقارير الاخيره الصادره من بعض المؤسسات الدوليه. لا، هذا امر يحتاج انك تعمله في وجه على وجه الصوره. الحمد لله، يعني اما شفنا في اكثر من مجال، اما القياده السياسيه بيكون عندها تقدير لأهمية موضوع، اللي بياخد سنتين أو بياخد سنة بياخد أقل من ذلك في المدة. لكن إيه هي بقى الضوابط الفنية؟ ده واحد من الأمور الهامة. موضوع التعليم، ودلوقتي يعني برضو باعتبارنا في استضافة جامعة معتبرة، يعني ممكن الأستاذ دكتور مجدي ومن معه يعني يستبشروا، لأن النهاردة العبرة هذا المجال المفتوح جعل لكل جامعة ما هياش بقى محاطة ومحاصرة في محيطها الإقليمي، رغم أهمية ما تقوم به الجامعات في التنمية المحلية، وهذا أمر كبير جدا وله تأثير كبير على البشر في محيطها. ولكن مسألة إنك تكون جزء من هذه الحركة العالمية ما بقت أيسر بكتير جدا من ذي قبل. لا تحتاج إلى أن تكون في القاهرة أو في الإسكندرية حتى تثبت ريادة. والحمد لله، يعني الأسماء اللامعة التي أشير إليها والأساتذة المعتبرين من الجامعة بيؤكدوا هذا الأمر. اللي بيحصل الآن بالعكس، أنت ملعبك بقى أصبح ملعب عالمي زي ما إحنا شايفين، زي ما كده شفنا ناس يعني جادوا في مجالات معينة في الرياضة وفي الفن، من ابن جريج مثلا بيلعب في ليفربول. برضه نفس المساله، انك بتتيح القواعد والستاندردايزيشن بيخليك غير مقيد بهذا القيد الجغرافي، وتقدر تنفتح عالميا. والقصه كلها انك عايز تستثمر في البنيه الاساسيه التكنولوجيه، تقدر تتواصل مع اي حته في العالم، من اليابان شرقا حتى سان فرانسيسكو غربا، مع الجامعات المختلفه. اللي بعد حضرتك،
الاستثمار في البنية الأساسية اتكلمت عنه، وأنا بس بركز على موضوع أهمية الاستثمار في قواعد البيانات، في شبكات المعلومات، وفي الاهتمام بالذكاء الاصطناعي. وأنا على علم أن الجامعات المصرية بتتبارى الآن في موضوع الذكاء الاصطناعي والتعامل مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة، وكل منها لها مشروع أو كلية أو قسم بيحاولوا إن هم يدمجوا الذكاء الاصطناعي عبر العلوم المختلفة المدرسة والمبحوث فيها حتى نواكب العالم في هذا المجال. بعد حضرتك، هو موضوع بقى الاستثمار في أنظمة الضمان الاجتماعي، برضو واحدة من مجالات البحث المهمة، فكرة اليو بي اي أو اليونيفرسال بيسك انكم، أو نظم الدخل الأساسي الشامل للكافة، وكيفية تفعيلها وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة. احنا محتاجين نظام ضمان اجتماعي جديد، وهنا برضو الابتكار العلمي والبحث العلمي من أساتذة جامعة طنطا وكل المشاركين معانا النهاردة قد يفيد صنع القرار في هذا الشأن. أخيرا أنا عايز أقف عند السلايد ده في دقيقتين ثلاثة كده، وعايز أقول لحضراتكم يعني ده تصور ممكن يبقى المجال من مجالات البحث اللي يتبناها اساتذتنا، وخاصه الاستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعه للبحث العلمي، وطبعا رؤساء الاقسام. انت في عالم، الشيء الوحيد اللي احنا يعني في اتفاق عليه ان نحن في عالم متغير. طب العالم كان بيتغير منذ الخليقه بدأها، منذ ربنا جعل الناس على الارض، لكن الجديد ان هنا انه التغيير اسرع من ذي قبل. ما كان يستغرق عقود أصبح يستغرق سنوات. الأزمة الحالية لها acceleration effect، لها تأثير معجل، ولها أثر كاشف، ولها أثر أيضا بيبقى دايما مع كل أزمة، إن في بيبقى في كده عندك تحليل عكسي يقول لك ارجع لما كنا عليه. فدي هي الديناميكيات الثلاثة اللي احنا عايزين نبص عليها. في هذه الأثناء أنت مطالب بالتعايش مع الأزمة الصحية الحالية، والتعايش ليس معناها هرج، ليس معناها مرج، ليس معناها عدم انضباط، ليس معناها عدم تطبيق القواعد. وبدعو حضراتكم للنظر فيما صدر عن اليونان، وهي من احدى الدول الاوروبيه التي نجحت نجاحا كبيرا في التعامل مع اثناء انت عايز تكافح، الركود الاقتصادي، عايز تتعامل مع برضه في صدى صوت عشان حد فتح الميكروفون. تمام. الصوت بس. ايوه تمام. وعندنا تحدي في الدين العام، ده نمرة ثلاثة. عندنا تحدي آخر في كيفية احتوائنا للثورة الرقمية اللي كانت عنا عدة مرات. والحاجة الأخرى التي هي تعتبر بشرى لجامعة طنطا هي فكرة اللوكاليزيشن أو توطين التنمية، هي أصبحت الاتجاه العالمي الآن، وإن كل منطقة وكل إقليم محتاج له جامعة معتبرة، ومحتاج له مطار، ومحتاج له محطة قطارات متميزة، ومنطقة صناعية، ومنطقة استثمارية، وإن يبقى في استثمار في البيئة وفي نظامها الاقتصادي والتنمية المجتمعية. فده بيعطي فرصة كبيرة جدا للجامعة باعتبارها مركز للقيم العلمية، ومركز للبحث وإنارة الطريق أمام الناس، إنه يبقى مسألة اللوكاليزيشن دي واحدة من الفرص الجديدة. آخر حاجة اللي يعني بنترقبها هي مسألة دور الدولة وفي قواعدها المختلفة، إما كمشارك في النشاط الاقتصادي أو كرقيب على النشاط الاقتصادي. شكرا جزيلا. بشكر حضرتك معالي الوزير. تفضل يا فندم. بشكر حضرتك معالي الوزير على المحاضرة القيمة اللي فعلا وضحت حاجات كتيرة جدا هتبين لنا في الفترة اللي جاية الاقتصاد رايح فين بالظبط بعد جائحة كورونا. وإن شاء الله النقاط اللي حضرتك أشرت ليها سوف توضع في الاعتبار جميعا، وستكون نقاط للبحث في الفترة القادمة. ده سيمبوليك سيرتيفيكيت، ابريشيشن سيرتيفيكيت من إدارة المؤتمر لمعاليك معالي الوزير، ونتمنى تقبلها إن شاء الله. وشكرا جزيلا
أنا لا أحبكم حضرتك. بالشرف والاحترام والتقدير، وشكرا جزيلا لهذا التقدير. أشكرك شكرا جزيلا يا فندم. معالي تفضل مع الوزير، الوزير. معالي الوزير، أنا بشكر حضرتك في الحقيقة، أنت طفت بينا في أبعاد كثيرة، عدد المصابين إزاي لم يتم طرح وقود دلوقتي محرك لمقاومة هذا الفيروس سواء لقاح أو علاج، ووضحت حضرتك إن ال 18 شهر على أقل تقدير لوجود لقاح مجرب ومر بالتجارب بتاعه. عجبني جدا معالي الوزير نقطة من البعد الطبي، إن كلمة ميديسن بتبدأ بالإم، والإنفكشن بتاعها اللي هو الويلث أو الاقتصاد أو الرخاء بتاعنا بيبدأ بالدبليو، وإزاي إن إحنا نربط الاتنين ببعض. المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية سواء الاقتصاد العالمي ونسبة الانخفاض والانتعاش والمؤشر المصري بتاعه، البطالة العالمية ومعدلات الفقر اللي اقترب من 100 مليون زيادة، البورصة كعدم وضوح مرآة واضحة، الدين وكيفية مواجهته، وإزاي إن أمريكا كدولة بتعتمد على الاقتصاد نمر واحد بتاعها قوي جدا، وإزاي إنها ستتعثر في 30% منها، الغذاء والوقود وتوفره، وده بيدينا نوع من الطمأنينة، الإجراءات اللي لازم تتخذ من قبل الدولة في مراعاة التغيرات البيئية اللي حوالينا، وهنا كان لازم الجامعة دور، الدراسة العالمية الاقتصادية الجميلة بتاع دكتور بروفيسور كواو، احنا ان شاء الله هنتابعها، التنمية المستدامة والاستثمار البشري والبيئة التحتية ونظم التضامن ومجالات البحث العلمي سواء في الأزمة الصحية أو الحروب أو الدين العام، الثورة الرقمية. وأنا بحب أقول لحضرتك إن احنا بدأنا والحمد لله من قبل جائحة كورونا في إن احنا حولنا جامعة طنطا، وكانت أول جامعة في جمهورية مصر تعتبر جامعة رقمية، لأن احنا اعتمدنا إن الدولة كانت وجهت إن ديوان عام المحافظة في بورسعيد علشان التأمين الصحي الشامل يبقى في نوع من الشمول الإلكتروني في البنية التحتية بتاعه، فاحنا بدأنا على طول معاهم، وإن شاء الرحمن الرحيم في المؤتمر الجاي سنسعد إن يبقى جامعة طنطا أول جامعة سمارت يونيفرسيتي في إيجيبت كاملة، ونعد حضرتك بهذا. وتوطين التنمية، احنا جامعة موجودة في وسط الدلتا، الرحمن الرحيم هنبدأ البحث العلمي على طول ازاي ان احنا نبقى جاذبين، خاصة ان كان في مقترح ان يبقى في ويسنا، وحضرتك يمكن اضرب المنطقة مطار، وهنسعى ان احنا نعرف الدور الايجابي بتاعه. في الحقيقة انا بشكر سعادتك ان حطيت لنا اتجاه البحث العلمي ازاي ان احنا نكون مؤشر للدولة في اتخاذ القرار، ونعد سعادتك ان شاء الرحمن الرحيم ان شاء احنا الله نكون لنا دور كمؤشر ومراقب، إن شاء والبحث الله. العلمي دونه مش هنقدر نروح. نشكر سعادتك الله على هذه يحفظك يا فندم. القيمة، واسمح لي ان احنا ننتقل الى رجل سياسة ورجل شكرا تجاري جزيلا. ورجل اقتصادي، الاستاذ الدكتور عادل. أستأذن حضرتك معالي الرئيس. اتفضل. كان لي الحقيقة استفسار صغير وسؤال للأستاذ الدكتور محمود محي الدين لو حضرتك سمحت لي. لا اتفضل يا فندم، اتفضل اتفضل يا دكتور عماد. مع الوزير احنا الحقيقة متابع للأمور الاقتصادية يعني إلى حد كبير، لكن أنا لست من المتخصصين، أنا تخصصي هندسي. أحياناً بنجد إنه في أحوال الركود الدول بتضخ استثمارات كبيرة لدفع الاقتصاد وبدء عجلة التنمية. في ظل ظروف الكوفيد والوضع اللي احنا فيه، هل ننصح بأولويات الدولة تضخ فيها استثمارات إضافية علشان تحرك الاقتصاد، خصوصا ان احنا كنا بدأنا في مراحل نمو عالية نأمل ان احنا نستمر فيها، لكن ما اعتقدش ان الدولة هتقدر تضخ في كل الأبواب. إذا كانت مش هتقدر تضخ في كل الأبواب في ظل الظروف اللي احنا فيها، هل هيبقى في هناك أولويات تساعد على نمو الاقتصاد أو عودته مرة أخرى الوضع اللي كان عليه؟ وشكرا مع الوزير على الاستماع. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ الدكتور عماد، وأيضا الأستاذ الدكتور مجدي.
على كل هذه التعليقات. السؤال الهام لحضرتك، طبعا لا يوجد مجال للتعافي إلا بالإنفاق العام الأكبر، وأفضل هذا الإنفاق بالإضافة للاحتياجات بالنسبة للاستهلاك، هناك إنفاق ضروري للمساندة في معاودة النشاط الاقتصادي اللي بيسموها between two R's، في عندك حاجة للريسبونس R وفي حاجة للريكفري. الريكفري ده كله عبارة عن استثمارات، ده عبارة عن برنامج استثمارات، إما بتسارد شركة قائمة أو بتقيم بنية أساسية لشركات جديدة، بتتيح فرص للتطور من خلال البنية الأساسية وتطوير المرافق. لو تعامل مثلا المشروع اللي قال عليه الأستاذ دكتور مجدي وأنا من سنوات كتيرة طبعا عن موضوع مطار وسنا والمنطقة اللي حواليها والمنطقة الاستثمارية سواء هناك أو في المناطق اللي موجودة في وسط الدلتا، وأنا بلدي كفر شكر على بعد 12 كيلو من وسنا، لو تعامل مثل هذا الاستثمار وانت بتعمل هذا الاستثمار في بناء المطار، مش بس هيفيد مكاتب الهندسه والمقاولين والاستشارات، ولكن كمان انه هيبقى له ما يعرف بالمالتيبلاير ايفكت، انه في اثر مضاعف في اثناء عمل النشاط. لو كانت البنيه الاساسيه دي كمان مطلوبه لفتح السوق، شرايين السوق انها تنفتح، معناها تحرك لي كمان موضوع توطين التنميه واللوكاليزيشن، ده هيبقى لها تاثير يتجاوز 2020 وال 2021 وما بعدها. القصه هنا قيدك ايه بقى في هذا الموضوع؟ انك عندك قيد الموازنه، وانك انت تعمل ازاي هذا الانفاق من غير ما يكون عندك مشاكل في الاستقرار المالي او تزود ديونك. ده بيفتح المجال للاستثمار الخاص ونظم المشاركه بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. ومن خلال حضراتكم انا بدعو مره اخرى، وطبعا معانا يعني البرلمان القدير الدكتور عبد الهادي، انه كل ما يرتبط بنظم المشاركه بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، طبعا في قانون والقانون تم تعديله، لكن احنا محتاجين النهارده نراجع هذا الموضوع على مستوى المحافظات، كيف تكون المحافظات محرك للاستثمار، ولتكون المشاركه بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ليست فقط على المستوى المركزي، ولكنها بتنتهي في النهايه المشروعات على الارض. ازاي يبقى هذا الامر يتحرك في النشاط الاقتصادي اللي احنا يعني المركزيه مهمه في وضع القواعد والمعايير، ولكنك تفتح شرايين الاقتصاد المصري ب 27 محافظه بال 100 مليون مواطن وتزايدهم عبر الوقت، هذا يحتاج الى فكر جيد. ومثالي كمان في موضوع قانون التنميه المحليه استاذ الدكتور عبد الهادي اللي هو ما زال محل النقاش، انا بشوفه ان هو اساسا قانون للاستثمار والتنميه قبل ما يكون قانون للاداره المحليه او قانون للتنظيم المحلي. وشكرا جزيلا لهذا السؤال، وقد يكون لنا فرصه ان احنا نعاود هذا الامر بقدر من التفصيل للسؤال المهم للاستاذ دكتور. ألف شكر مع المزيد. ألف شكر دكتور مجدي. سمحت لي حيث أن بدأنا لهذا، أي أحد من الزملاء عنده أي سؤال أو أي استفسار يتفضل حضرتك. ممكن أستمع للدكتور عبد الهادي لو حريص على الاستماع له. يا ريت والله يا فندم، يبقى احنا شاكرين لسعادتك جدا، لان في الحقيقه في اسئله كتيره بتراودني، لكن انا هدي للزملاء الفرصه الاول. ممكن اسال لو سمحت؟ اتفضل يا فندم. اتفضل. دكتور محمد الشامي، كليه الدراسات الاقتصاديه والعلوم السياسيه جامعه اسكندريه. تشرفت بالمؤتمر الرائع ده ومعالي الوزير وبالنخبه من اساتذتنا الافاضل. سؤالي لمعالي الوزير، حضرتك اتكلمت على الاقتصاد غير الرسمي في ظل جائحة كورونا، هل حضرتك تتوقع اللي ممكن يكون له دور أكبر في التعافي، في التعافي الاقتصاد الرسمي؟ هو ده سؤالي، شكرا. ممكن أسأل سؤال؟ يعني ممكن اخذ كل الاسئله عشان ما اخدش من وقت حضراتكم اكتر، هرد عليهم جميعا. عندي سؤال بعد. اتفضلي يا دكتور عبير. اوكي، مساء الخير دكتور عبير اجدان.
مش سامع السؤال. ممكن نستخدم الكتابة في أي حد عايز سؤال يكتب على الشات وهنجمع الأسئلة ونقولها حضرتك في آخر المداخلة. دكتور عبير أكتب سؤالي ولا أقوله؟ قولي يا فندم قولي. طيب اوكي انا سؤالي دكتور محمود هقول سؤال باختصار وبسرعه جدا عشان لا اطيل عليكم. بالنسبه لمجال التنميه، هل المؤسسات الدوليه لو احنا قلنا التاريخ يعيد نفسه ربما على غرار ما حدث من ذلك مثلا من الدول الناميه وغير الناميه في الخمسينات والستينات بما يسمى من مواصفات التنميه اللي بتقدمها، هل انا لو قلت النهارده الورلد بانك والاي ام اف بعد ما نخلص كوفيد وبنقول بقى بوليتيكال ايكونومي في كوفيد 19 هل هيكون عندنا بما يسمى مواصفات تنميه للدول، خاصه وان معظم الدول الناميه هتطلع منها منهكه بالديون عندها بطاله عندها مشاكل بافرتي اند كواليتي، هل هيكون عندي مزيد من الحروف كي دبليو بي وتيفر او حروف اخرى بتختص حسب الكاركترستكس بتاع كل دوله؟ هو ممكن سؤال احنا مش عارفين، لكن احنا دايما اعتدنا ان احنا نتفرج على مؤسسات دوله الناس كانوا من البريسكريبشن والوصفات، هل من الآن بتستعد تلك المؤسسات لأن يكون لها دور خاصة إن احنا فينا بنشاهد الجاذبية الاقتصادية نحو الصين أو عدم توازن القوى الاقتصادية وبما سوف يحدث بعد 18 شهر والله أعلم من السياق الاقتصادي والسياسي الجديد هيفرض على العالم، هل في هناك تيقن أو ناس واخدة بالها ماذا سوف يكون عليه الوضع؟ وهل في بريسكريبشن جديدة وتستعد المؤسسات الدولية لوجود دور ليها تنموي فعال بعد؟ تمام. شكرا. ممكن اجاوب على السؤالين دول عشان بس انا يعني حريص على وقتكم، لكن هو عفوا السؤال الاول بالنسبه لدور القطاع الغير الرسمي اتصور ان جات له فرصه كبيره جدا خاصه ما شفناه في مصر مؤخرا من اهتمام بهذا القطاع والعاملين فيه ومنح مسانده للعماله غير المنتظمه، قد تكون دي بدايه ادخال القطاع غير الرسمي بشكل عملي بدل مجرد مناشدة ومناداة، ان يبقى في نظام من خلال هذا النظام اللي سهل الدعم والمساندة لبعض العاملين في هذا القطاع وعملية تسجيلهم، وانه الوسائل الان للتسجيل اصبحت اكثر يسرا من خلال النظم الالكترونية والحلول الرقمية، انه ده يبقى شيء جيد ان احنا ندخل هذا القطاع. ان هذا القطاع دايما بيتميز بانه اكثر مرونة من القطاع الرسمي وانه اكثر، والمرونه دي يعني لها بعد ايجابي وبعد سلبي انه برضه بيبقى اكثر تقلبا من غيره، وبالتالي في بعض المجالات لهذا القطاع المرتبطه بالقطاعات التي سوف تتعافى سريعا، يعني الجانب الخاص بقطاع غير رسمي مثلا اللي ممكن بيساند الصناعات الغذائيه او القطاع غير الرسمي الذي يساند النشاط الطبي في عمليات نقل او غيره هتجده في حالة طيبة، لكن القطاع غير الرسمي المرتبط بالسياحة مثلا هو متأثر تأثر شديد اللي هو القطاع غير الرسمي غير المسجل يعني، وبالتالي أنا بربط التعافي للمشروعات الموجودة في القطاع غير الرسمي بمدى سرعة الحركة في النشاط الاقتصادي الرسمي في المجالات دي، علما بأنه أكثر سرعة في الاستجابة لإشارات التغير والتعافي زي ما كان هو برضو أكثر سرعة في الضرر. طبعا كلية الاقتصاد عملت دراسة برضو مهمة في هذا المجال في كلية جامعة القاهرة. بالنسبة لموضوع الوصفة ومواصفات التنمية للدكتورة عبير اللي سألت عن هذا الموضوع، المؤسسات المالية الدولية يعني دورها مهم في عملية التنسيق في إتاحة التمويل، لكن في هذا العالم الجديد للدكتورة عبير ويمكن احنا نسترسل في النقاش في هذا الموضوع انه لا انتظر منها انها تديني روشتة ولا وصفة، ان التنمية النهاردة اصبحت لها مدارس مختلفة وأصبحت لها قواعد مختلفة حركة، وفي أصبح نموذج النهاردة في الصين وفي كوريا وفي أوروبا وفي دول أفريقية وفي نموذج في مصر أيضا، فالمسألة أن أنا هنتظر من المؤسسات المالية أنها تديني وصفة مش هتديني وصفة للتغير الشامل، هي بالكتير هتديني مثلا مساندة مالية لبعض المشروعات، جت أزمة فتديني برنامج للمساندة المالية، في مشروع للبنية الأساسية مهم زي اللي اتعمل مثلا في دندان للطاقة الشمسية تقوم لي بعملية تمويل له، لكن لا أعتقد أنه خاصة في بلد زي مصر ممكن دول أقل يعني في اقتصادها وما عندهاش خبرات عملية وخبرات بحثية وما عندهاش مؤسسات قوية
ممكن تحتاج مثل هذه الوصفات الجاهزة أو شبه الجاهزة، لكن في الحالة المصرية أتصور أنه يعني إمكانية وجود برنامج، وفي طبعا مشروع 2030 وبرامجه، ولكن الأهم أن يبقى في سياسة متكاملة ومؤسسات لتنفيذه، إما قطاعيا أو على مستوى المحافظات، وفي هذا حديث أكثر طولا. شكرا جزيلا، وبرضو يعني أن الوقت يتاح لباقي الزملاء والأساتذة اللي على الجلسة، وأنا مستمع ومتابع معكم. شكرا.